اكيد اكيد اليوم التواجد ديالي في المهرجان ماشي زعما جاي نصايب كراسه ولا شي حاجه فعلا ممثله. عندي اليوم عرض مسرحي مع فرقه سفر ديال بوحجبان، عرض جديد اللي درناه في اطار مسرح الشارع في هذا المهرجان الدورة الثالثة. ثاني مرة أنا كنلعب في هذا المهرجان هذا. سعيدة أكيد جدا أنني نكون هنايا مع بزاف ديال الفنانين، أمثال الحسن مكياس، أنا تازي، محمد الغازي وعزيز الخلوفي، فرقة سفر كما قلت لك. فالتواجد ديالنا هنايا ثاني مرة كيفرحني بزاف، أنني نتلاقى مع ناس ديال اليوسفية والحي الصناعي، تقدم، حي الانبعاث، يعني يعقوب المنصور، كل واو الساكنة ديال الرباط كاملة. فأكيد فرحانة أنني نكون في هذا المهرجان هذا. الجديد حاليا ما كاين جديد، كاين عطله صيفيه فيها انا ولا فامي ديالي. الجديد كاين في المسرح، هو عندي جولات مع فرقه الشهاب المسرحيه ديال الدار البيضاء وفرقه مسرح سفر اللي كنديروا العديد من الجولات في المدن المغربيه من خلال مسرحيه بوحجبان مع فرقه سفر ومسرحيه بات مسرح مع فرقه الشهاب. شفنا سكينه دارابيل بزاف تلفازه والجمهور المغربي تعرف عليه تلفازه، ما كاينش اعمال سينمائيه؟ السينما حاليا كاين اقتراح مع مخرج جميل هشام جباري، فمازال كنقراو سيناريو كنتعرفوا اكثر على الشخصيات، فاكيد كاينه السينما جايه في الطريق، كاينه السينما. انا كفنانه كنقول بان هاد الدباز ما بين فنانات ولا فنانين ما عنده حتى صله بالفن، لان الفن عنده رساله وهدف نبيل كيوصل شي حوايج زوينين للناس. فقال فيا قال فيك ولا شدي قطع عليك ما كاين، لاش حنا خوت مع بعضياتنا الحمد لله، والفن شي حاجه زوينه، دونك نعطيو لبعضياتنا الحب ونساو العداوة. شنو التعليق ديالك على هبة الطفلة اللي تحرقت؟ والله ولي برحمة الله، وتأثرت بزاف، تأثرت بزاف الحريق الطفلة، وكان خصها تعتق البنية في أقرب وقت. الله يرحمها، الله يرحمها مسكينة، الله يرحمها. كلمة أخيرة. كلمة كنبغي نقول لكم شكرا للتتبع ديالكم ليا وحبكم ليا، أكيد غنبقى دائما عند حسن الظن ديالكم. تحياتي لكم، باي باي. شكرا.